المهام خطوات الرسم بمغلف اشتغلتوه امبارح وخلصنا مهمة رقم واحد امبارح. هاي من احدى التطبيقات للهندسة، تنصيف زاوية، تنصيف قطعة مستقيمة، انزال عمود على مستقيم من نقطة خارجه وانزال عمود على مستقيم من نقطة مفروضة عليه. كم درس طبقنا؟ اربع دروس وتطبيقات، امبارح تطبيق واحد واليوم عندنا التطبيق الثاني. هاي عندي مثلث، المطلوب اليوم اني ارسم دائرة تمر برؤوس المثلث. لما تمر الدائرة برؤوس المثلث يعني المثلث وين بده يجي بالنسبة للدائرة؟ داخل الدائرة. هلا وزعنا عليكم المهمات، عشان بضل المغلف دايما. هذا المغلف مع كل واحدة فيكم جواتها الخطوات مكتوبة، خطوة رقم واحد، خطوة رقم اثنين، خطوة رقم ثلاثة، أربعة، خمسة. هلا كل طالب بتسحب ورقة من جوات المغلف رقمها واحد، يعني الطالب سحبت رقم واحد تشتغل أول خطوة، انتهت منها تشتغل الطالب رقم اثنين الخطوة الثانية، رقم ثلاثة بالتسلسل. ننجز المهمة، بعد ما ننجزها في عنا مهمة أخيرة إنه بنلزق هدول المهمتين على كرتون بشكل مرتب. هيو هلا بعطيكم إياه بشكل مرتب، وبتكتبوا عليه أسماء المجموعة. طبعا بضل لكم مرجع للصف، كل مهمة مغلفها تحتيها وجوات خطواتها بتلزقوا بشكل مرتب وأسماء المجموعة. وخلينا نبلش معكم تلت ساعة على إنجاز المهمة. اسمعيني بقى ما خلص كلام. حلوة طالب.